thank you نشرة الأخبار مع ورود الموزاني. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة الساعة الثالثة والبداية من العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن أوضاع العراق لن تستقيم إلا بإبعاد الوصاية والتدخلات الخارجية، وأن يكون شعبه هو, هو سيد الموقف. ترجيحات برلمانية بإقرار خمسة قوانين مهمة قريبا والمالية النيابية أية استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عناق حار واستقبال سعودي لأمير قطر قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي تتوقع انهيار الاتفاق النووي وتعلن عزمها زياده تخصيب اليورانيوم عن 20% في أهلا بكم من جديد بداية النشرة مع الحفل التابيني الرسمي الذي يقيم ببغداد في الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر وحضر المناسبة رئيس الجمهورية وفالح الفياض ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من النواب والوزراء والقادة الأمنيين وتضمن الحفل كلمات جسدت معاني التضحية والشجاعة لقادة النصر ودورهم الكبير في الحفاظ على وحدة وأمن العراق ودحر الإرهاب كما شدد رئيس الجمهوريه برهم صالح خلال مشاركته في الحفل التابيني باستشهاد قاده النصر في بغداد على معالجه الاخطاء المتراكمه والمضي في تاسيس عقد سياسي جديد يمكن العراقيين في بناء دوله بسياده كامله صالح في كلمته بالحفل التابيني لاستشهاد قادة النصر الذي اقامته هيئه الحشد الشعبي حذر من زج العراقيين بصراعات داخليه واستنزافهم واضعافهم مؤكدا ان استقامه اوضاع البلاد لن تتم دون ابعاد العراق عن الوصايا والاجندات الخارجيه ومن دون ان يكون شعبه سيد نفسه مضيفا ان الاخطاء المتراكمه ادت الى تصدع منظومه الحكم القائم مشددا على عدم تحويل البلد الى ساحه صراع أو منطلقا للعدوان على أحد هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تزيد من استنزاف قوتهم وتضعف وتهدد كيانهم فلا يمكن للعراقيين أن يقبلوا باستباحة بلدهم وانتكهاك دولتهم الوطنية فلا يمكن لهذا البلد أن يستقيم وضعه من دون أن يكون الشعب سيد نفسه وصاحب قراره بعيدة عن أي وصاية أو تدخل خارجي كما أحيت مدينة كربلاء المقدسة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر وحضر الحفل التابيني قيادات في الحشد الشعبي ووجهاء المدينة وشيوخها وشخصيات اجتماعية ودينية إحياء لمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه نظم اللواء الخامس عشر في الحشد الشعبي حفلة أبين في منطقة ما بين الحرمين وسط كربلاء بحضور عدد من قادة ومنتسبي تشكيلات الملبية لفتوى الجهاد تأتي هذه الفعالية ضمن مجموعة من الفعاليات تم إعدادها من قبل مكتب الحج الشعبي في كربلاء المقدسة تمثلت أولا بوقفة استذكارية أول, أمس في ذكرى الفاجعه عندما كان يسير التاريخ باتجاه ان يكون العراق بؤره ومنطلق لانطلاق الارهابيين عصابات داعش وغيرها هؤلاء القاده جاءوا ليفشلوا هذا المشروع الامريكي المتغطرس الذي يريد تمزيق المنطقه وليس العراق فحسب كما تضمن الحفل معرضا فنيا لصور الشهداء التي اعاد رسمها فنانون اعربوا عن امتنانهم للمضحيين عبر لوحات فنيه ضمن فعاليات هيئه الحشد الشعبي مكتب كربلاء المقدسه في اسبوع الشهاده والسياده هو اقامه معرض يضم صور شهداء الحشد الشعبي الذين لبوا نداء الوطن والمرجعيه الرشيده من اهالي كربلاء المقدسه تم رسمها بايدي امهر الرسامين المحترفين نستذكر جهادهم وجهودهم في الدفاع عن العراق، في الدفاع عن الحمى، في الدفاع عن المبادئ والقيم، في الدفاع عن الوطن واقامه الدوله والمؤسسات، هذا هؤلاء القاده من هذا المكان ومن هذا البرنامج نؤكد لهم ان شاء الله باقين نحن على خطهم من منطقه ما بين الحرمين في كربلاء المقدسه حيدر الحاج العراقي الاخباريه. أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم استعدادها لإطلاق 21 إطلاقة مدفع باحتفالية ذكرى تأسيس الجيش العراقي، وذكر إعلام القيادة أنه في إطار الاستعدادات التي تجريها القوات المسلحة للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي البطل، تود قيادة العمليات المشتركة أن تبين للمواطنين أن قطاعاتها المعنية ستقوم بإطلاق 21 إطلاقة مدفع كجزء من تمرينات وتدريبات تجريها التشكيلات العسكرية الاحتفاليه بما يليق بالجيش العراقي اما في الشان البرلماني فقد رجح عضو مجلس النواب محمد شيع السوداني استئناف جلسات البرلمان السبت المقبل، وقال السوداني ان تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لمده شهر كان هدفه اقرار مشروع قانون الموازنه الاتحاديه، واضاف ان قانون المحكمه الاتحاديه لا يمكن اقراره في الفتره الحاليه، لانه يحتاج الى وقت اخر لاقراره. من جهة أخرى وفي شأن برلماني آخر نفت اللجنة المالية النيابية وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لصحيفة الصباح أكد أن رواتب كانون الثاني ستوزع وفق آلية كانون الأول كما حصل في رواتب الأشهر الماضية لحين إقرار الموازنة مبينا أن اللجنة المالية بمجرد أن تتسلم الموازنة ستكثف من اجتماعاتها لحين إقرارها وأكد كوتشر أن الكثير من بنود وأرقام الموازنة سيتم تغييرها وبعلم الحكومة لتفادي الطعن لدى القضاء اللجنة القانونية النيابية أكدت أن مجلس النواب سيعمل على تشريع خمسة قوانين مهمة خلال العام الجاري، وقال عضو اللجنة حسن فدعم أن قوانين المحكمة الاتحادية والجرائم المعلوماتية ومجلس الوزراء وتشكيلاته وانتخابات مجالس المحافظات وقانون الإشراف القضائي ستكون أبرز القوانين التي ستشرع هذا العام فضلا عن قوانين أخرى كثيرة. اما في موضوع دوام المدارس اكدت وزاره التربيه ان خليه الازمه الحكوميه تتريث بقرار زياده عدد ايام الدوام التفاعلي للطلبه في المدارس. المتحدث باسم الوزاره حيدر فاروق قال لوكاله الانباء العراقيه ان زياده عدد ايام الدوام التفاعلي او توقفه في المدارس مرهون بموافقه خليه الازمه الحكوميه، مؤكدا ان هناك لجنه في وزاره التربيه درست الواقع التدريسي الذي مر خلال الشهر الاول من العام دراسي جديد. وكانت النتائج جيده مبينا ان هناك بعض العقبات والمشكلات وتم تجاوزها في ملف القمة الخليجية الحادية والأربعين لقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية اليوم للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي التي سبقتها إعلان إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر، ما يؤشر إلى مصالحة وشيكة في الخليج بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، وكان استقبال أمير قطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي عانقه عند نزوله من الطائره وفق نقل مباشر لمحطات التلفزه وهي زيارة الاولى لامير قطر الى المملكه منذ بدء الازمه ويتوقع ايضا ان تحذو مصر والبحرين والامارات حذو الرياض أن تشهد القمه التي تعقد في منطقه العلا مصالحه بين قطر والدول الخليجيه الثلاث ومصر هذا وركزت الوكالات الإخبارية بشكل شبه كامل اليوم على القمة الخليجية التي تعقد في محافظة العلا لافتة إلى أنها تعقد في ظروف استثنائية مهمة وقالت الصحيفة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى السعودية للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بحسب ما أعلن المتحدث باسم الوزارة عبر تويتر ويرافق الوزير شكري السفير نزيه النجاري مدير الشؤون السياسيه بمكتب وزير الخارجيه انطلقت أعمال القمة الخليجية الحادية والأربعين وسط تعزيز الآمال بالتوصل لتسوية الأزمة الناتجة عن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض حصار بري وجوي وبحري على قطر قبل ثلاث سنوات حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بتهمة دعم الإرهاب أصحاب الجلالة والسمو نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد رحمهم الله وعرفنا لما قدما من اعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة مجلس المجلس المبارك فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة قمة السلطان قابوس والشيخ صباح سائلين المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة ولصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد وصاحب السمو نواف أحمد الصباح التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنمو والازدهار هذا واظهر موقع الطيران العالمي فلايت رادار الذي يتتبع حركه الطيران دخول اول طائره قطريه اجواء السعوديه قادمه من الاردن بعد اعلان انفراج الازمه الخليجيه وكان وزير الخارجيه الكويتي الشيخ احمد الناصر اعلن انه تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البريه والبحريه بين السعوديه وقطر اعتبارا من مساء امس الاثنين واعلن الناصر ان امير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح اجرى اتصالا بامير قطر تميم بن محمد او بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتم التاكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحه جديده من جهتها رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، وقالت الوزارة في بيان إن, أن أنقرة ترحب بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والمملكة العربية السعودية، ولفتت إلى أن هذا التطور يمثل خطوة هامة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ حزيران عام 2017. مشاهدينا تفاصيل أكثر عن القمة الخليجية وملف المصالحة الخليجية انضموا إلينا في الاستوديو المحلل السياسي السيد أمير الساعدي. سيد أمير بداية أرحب بك معنا، يعني لماذا الآن تتم المصالحة بين قطر ودول الخليج ومصر؟ ما هي الرسالة التي ترسلها دول الخليج اليوم من خلال القمة الحالية؟ تفضل مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم الكرام طبعا من الملاحظ أن هذه الأزمة أخذت عمقا أكثر مما كان متوقع وهي عملية القطيعة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي التي كانت تروم إنشاء عملة موحدة واقتصاد متكامل وأمن دفاعي متكامل كان له مواقف في كثير من الأحيان ضد التحديات والتهديدات التي تصل إلى منطقة الخليج ولهذا نرى بأن عودة هذه العلاقات وعملية استقرار للمنطقة على العموم ومنها ومن على سبيل المثال الحصر هو عودة النفع أو النتائج الإيجابية على طبيعة العراق على علاقات العراقية الخليجية التي يمكن أن تتحسن فيما بعد وتستطيع أن تتوسع أكثر مع إدارة منظومة الخليج بشكل يرجع بالتحسن وزيادة طبيعة هذه العلاقات بتوازن حقيقي بين العراق وبين منطقة الخليج وعلى أقل تقدير من المعلوم بأن عودة هذه العلاقات بشكلها الطبيعي على أقل تقدير مع الدول الأربعة سيفتح أيضا الاقتصاد الذي تعرض إلى عملية ضغط كبيرة وخسران كثيرة بعد جائحة كورونا وبالتالي الانفتاح مرة أخرى على هذه الدول سيعيد بعضا من هذه الخسارات ويوحد ايضا قرارها لا سيما هي واحده من اهم مناطق الطاقه في العالم انا اتكلم هنا عن النفط والغاز لدى قطر ويمكن ان يضغط على بعض يعني الاسواق العالميه باتجاه عمليه توحيد الاسعار على قد تقدير ما نشد في اوبك والامر نفسه ينعكس على ما يجري ايضا بطبيعه العلاقات المتوتره بين ايران والمنطقه واذكر لقد سعت الولايات المتحده الامريكيه في هذا الجانب ولا سؤالك مهم جدا وهو موضعة التوقيت إلى عملية بعد أن كانت وهذا وجهة نظر طبعا بعض المراكز البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات سابقة لوزير الخارجية السابق تيلرسون بأنه كان هناك دور في عملية خروج نعم. آه يعني السعودية آه والدول الأربعة طيب. عن علاقاتها الطبيعية مع قطر وبالتالي عودتها مرة أخرى كانت بمبادرة أيضا أمريكية لزيادة آه تسهيل الأمر أمام مشروع الشرق الأوسط الجديد وفي نفس الوقت زيادة مساحة يمكن الدول التي طيب سيد أمير فيما بعد يعني هذه العودة يعني هل تعتقد أنها يعني مبنية على أسس وتفاهمات أم أنها مجرد مراوغة إن صح التعبير سياسية تحتاجها الساحة الأقليمية في الوقت الحالي؟ طبعا هي بين هذا وذاك وذكر بأن هناك حاجة مرحلية لسيما بعد العلاقات المتوترة الآن التي تشهد المنطقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة الولايات المتحدة إيجاد أطراف أخرى تبتعد عن عملية زيادة مساحتها أو عمقها الاستراتيجي إلى إيران وبالتالي هي تريد أن تزيد الخناق على إيران في نفس الوقت التي تفتح علاقات طبيعية مع دول الخليج التي ربطتها سابقا بعمق استراتيجي كبير في طبيعة العلاقات والحماية التي توفرها الولايات المتحده الامريكيه لهذه المنطقه على نعم. سبيل المثال للحصر الممرات المائيه المهمه كمضيق هرمز وباب المندب وهكذا دواليك من الملاحه العالميه وفي نفس الوقت هي حمايه لاصول تصدير النفط والغاز من هذه المنطقه وبهذا طيب. هي تحتاج الى عمليه تفاهمات اكبر واعمق حتى تديم هذه العلاقات الايجابيه ولا سيما مجلس التعاون كان هو واحده من يعني المنظومات الاقليميه طيب. التي تعمل على عمليه توطيد هذه العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع حلفائها بالتحديد وبالتالي هي تروم أيضا أن لا تخسر هذا الحليف المهم في المنطقة وسبق أن كانت هناك إشادات مهمة من الأطراف الأوروبية والأمريكية في طبيعة هذا العلاقة وحاجتها لها كونها أذكر بأنها ليست فقط بالانفتاح على مصدر الطاقة وإنما كان هناك علاقات تجارية على مستوى عالي بين منظومة الخليج وأيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ولهذه هذه التفاهمات ليست هي فقط عمليه رد فعل لعمليه التحديات التي تخوضها المنطقه لهذا يرى البعض بان قد تكون العلاقات التي عادت الى مجارها مثل ما ارى انا لا تعود مثل سابقاتها قبل القطيعه لكن ارى بان التحديات تفرض على الخليج طيب جوال سيد الآن. يعني ماذا عن العراق العلاقات بشكل... أه؟ طيب ماذا عن العراق كيف ينظر العراق اليوم الى عوده العلاقات الخليجيه مدى تاثر يعني العراق بهكذا خطوه ام انه بعيد عن انعكاسات مثل هكذا خطوات بالعكس هو يتاثر بكل عمليه ازمه داخل المنطقه، لكون العراق لحد الان لم يستطع ان يحافظ على بناء دولته بشكل متوازن وقوي او يكون فاعل بعمليه التوازنات، حاول العراق جاهدا ان يكون بسياسته الخارجيه المفتوحه الابواب امام كل الاطراف الاقليميه ودول الجوار ان يوازن بهذه العلاقات ويزيد من مساحه التعاون والعلاقات الثنائيه التي تفتح على جانب العراق الاستثمارات واعاده اعمار ولا ما هو خاض حربا شرسه. مع تنظيم الارهاب القاعده الداعشي وكان مؤتمر دوله الكويت واحده من العلامات البارزه لهذا التعاون والتعاضد الخليجي العربي والدولي مع العراق وبالتالي العراق يحتاج الى علاقات متوازنه وطبيعيه بين الاطراف الخليجيه حتى تنعكس بشكل ايجابي بعيدا عن هذه التوترات التي تشهد المنطقه وبالتالي عوده قطر الى منظومه الخليج يمكن ان يسهل فيما بعد طيب. طبيعه العلاقات بين ايران ومنظومه الخليج وبنفس الوقت سينعكس على طبيعه العلاقات بين العراق وهذه سيد. المنظومه وايضا قد يخفف من شده التوتر فيما بعد ان استطاع العراق ان يعود الى حجمه الطبيعي في عمليه التوازن العلاقات الاقليميه الى موضوع التوتر بين الولايات المتحده الأمريكية وايران طيب يعني في هذا الموضوع بالذات اليوم ووسط هذه الأزمة الإقليمية وتبادل التهديدات بين أمريكا وإيران تعتقد أن هذه الخطوة الخليجية من شأنها أن تقلق إيران أم يمكن أن تكون العلاقات القطرية الإيرانية سبيلا ربما للتوصل لتفاهمات قد تعيد الاستقرار للمنطقة أحسنت قد أتفق مع هذا الجزء الأخير قد تكون هي بوابة أخرى مع سعي العراق السابق و تأكيدا حتى من الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان يكون العراق طرفا موازنا او مخففا لشده الازمات، يمكن ان تكون الان العلاقه الطبيعيه لقطر باعادتها الى منظومه الخليج الان وتوثيق هذه العلاقه مع العربيه السعوديه ايضا مخفف لشده التوتر بالعلاقه بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي نحتاج الى عمليه اعاده هذا التوازن بطبيعه العلاقات يعني مثل ما انفتحت على اقل تقدير بعض دول الخليج مع علاقات تطبيعيه مع الكيان الاسرائيلي اصبح لزاما الان ان تعيد تطبيع تطبيع هذه العلاقات بشكل ايجابي مع الجاره التي هي اكثر تاثيرا وهي ايران ومتى ما هدات المنطقه واصبحت هناك وشائج لا. وعلاقات طبيعيه على اقل تقدير هناك مبادره من ايران في مرسله الى الى العربيه السعوديه باعاده هذا التوازن والحفاظ على الامن الاقليمي لمنظومه الخليج وامن الملاحه البحريه الدوليه يمكن ان يعيد بعضا من هذا التوتر او يخفف من شدته ولا سيما العراق سبق وان سعى على اقل تقدير هذا ما اشار الى رئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي في اكثر من مناوره بان يزيد هذه اللحمه عبر نقل الرسائل من ايران الى السعوديه وبالعكس حتى نعم. تستطيع ان تعيد هذه العلاقات بشكلها المتوازن نعم. التي تنعكس فيما بعد بشكل ايجابي على العلاقات العراقيه مع المنطقه سيد امير السعدي هذا ما يسمح به الوقت كنت ضيفا عزيزا معنا في هذه النشره تحية لك

مشاهدينا في شأن إقليمي آخر وهذه المرة من الملف الإيراني حيث قال مساعد وزير الخارجية عباس عراقشي أن احتمال انهيار الاتفاق النووي وارد وأن طهران مستعدة للتعايش بدونه وأن استئناف التخصيب بنسبة 20% قانوني بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الضمانات وأن التخصيب بهذه النسبة لا يعني موت الاتفاق النووي أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي عن إعداد استراتيجية لخمس سنوات بمحاور مختلفة بما قلل من دور بقايا داعش وإمكانية ضرب الاستقرار الأمني الساعدي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية أكد أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ واجبا نوعيا بالتنسيق مع القوات الأمنية الأخرى أسفر عن قتل أكثر من خمسين إرهابيا تابعا لما يسمى ولاية دجلة في منطقتي بادوش وعين الجحش منوها الي ان عمليه استهداف البعثات الدبلوماسيه خارج عن القانون واستنكرت واستنكرت من قبل وكان قد عبر عن امله بعدم است... عد... عدم تكرارها لما لها من تاثير سلبي حول الوضع الامني وسمعه العراق دوليا هذا واستعرضت ايران المئات من الطائرات محليه الصنع والمسيره على هامش تدريبات الجيش، وقال قائد القوات الجويه البحريه حسين خان زادي ان الطائرات المسيره بامكانها اجتياز اجواء الحرب الالكترونيه وحمل الطوربيدات والصواريخ، من جانبه قال رئيس هيئه الاركان العامه للجيش ان التدريبات تؤكد الجهوزيه الكامله للقوات المسلحه للتصدي لاي خطر يمكن ان يهدد امن البلاد. مشاهدينا وفي موضوع ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة من إيران قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كان كيونغ هوا اليوم أن بلادها تبذل جهودا دبلوماسية لإطلاق سراح الناقلة المحتجزة وأضافت الوزيرة الكورية في تصريحات صحفية أن الحكومة تسعى لمعرفة التطورات بما يخص احتجاز الناقلة عن طريق السفارة الإيرانية في سيول والسفارة الكورية الجنوبية في إيران من جهة أكد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام إسماعيلي أن احتجاز الناقلة استند لحكم قضائي بسبب التلويث النفطي لمياه الخليج وأن الحديث عن اختطاف الناقلة هو حديث غير منطقي وأن الاختطاف الحقيقي مارسته الحكومة الكورية التي احتجزت سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية من جهتها وفي ذات السياق دعت الخارجية الأمريكية إيران للإفراج الفوري عن ناقلة النفط التي احتجزتها في وقت سابق في الخليج وأضافت في بيان أنها تتابع التقارير التي تفيد بأن إيران احتجز ناقلة ترفع علم جمهورية كوريا الجنوبية وأشار البيان إلى أن ذلك يعد تهديدا للحقوق والحريات الملاحية في الخليج كجزء من محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي للتخفيف من ضغط العقوبات في ملف الانتخابات الأمريكية ونتائجها واعتراضات الرئيس دونالد ترامب عليها ومع ترقب لتجمع أنصاره المقرر تنظيمه قرب البيت الأبيض يوم غد الأربعاء تزامنا مع مصادقة الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية تثار مخاوف كبيرة من نشوب موجة من العنف وعبر عدد من أعضاء الكونغرس عن مخاوفهم من التواجد في واشنطن في السادس من كانون الثاني محذرين الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية خاصة من, التج... من التواجد في العاصمة قرب مكان التظاهرة لاحتمال وقوع أعمال عنف هناك من قبل مجموعة براود بويز التي سبق وكانت خلف عدد من عمليات الطعن في آخر مظاهرة مناصرة لترامب بالعاصمة وفي ذات السياق طالبت عمده واشنطن موريل باوزر سكان المدينه بالابتعاد عن وسطها يومي الثلاثاء والاربعاء بسبب التظاهرات المرتقبه والمؤيده للرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب وفي تغريده عبر تويتر كتبت باوزر انها تهيب بسكان واشنطن ومن يعيشون في المنطقه البقاء بعيدا عن وسط المدينه يومي الثلاثاء والاربعاء وعدم التعامل مع المتظاهرين الذين ياتون الى مدينتنا بحثا عن المواجهه مظاهرات مرتقبه في واشنطن لانصار الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتأييد مزاعمه بوقوع تزوير في الانتخابات الرئاسيه ومعارضه هزيمته امام الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس الامريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب رافضا الاقرار بالهزيمه في الانتخابات الرئاسية قال بأنه لن يخسر البيت الأبيض وسيقاتل حتى آخر نفس الحرس الوطني بواشنطن قال أن أكثر من 300 جندي سيكونون جاهزين لدعم حكومة المدينة والسيطرة على الحشود فيما دعت السلطات في واشنطن أنصار الرئيس الأمريكي لعدم حمل الأسلحة النارية خلال الاحتجاجات التي سترافق تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات حيث تم نشر المئات من قوات الحرس الوطني للمساعده في حفظ النظام وسيتم اعتقال اي شخص يحمل سلاحا او يثير العنف مراقبون اوضحوا ان ترامب يلعب على اوتار حساسه جدا تغازل روح الاندفاع في قطاع عريض من اصوات مؤيديه ويعود على رفع اكبر قدر ممكن من الشكاوى الى المحكمه العليا بهدف اطاله مده القضايا والتشكيك بفوز منافسه جو بايدن تهال محمد العراقيه الاخباريه انضمت خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤقتة وشارك الخماسي الجديد الهند والمكسيك والنرويج فضلا عن أيرلندا وكينيا في أول اجتماع يهدف إلى الموافقة على جدول أعمال اقترحته تونس رئيس الحالي للمجلس وستشغل الدول الجديدة مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين We have watched the council struggle over the last year and it will undoubtedly shape our time on the council. Across our mission will be innovative and open to new ideas and approaches, especially in strengthening prevention and regionally anchored solutions. We will listen. We will speak up boldly for Africa, for small island developing states, for the global south and for all countries, great and small. <music> مشاهدينا في خطوة أو في عودة للشأن المحلي وقلة التخصيصات المالية وغياب الآليات المحددة لدعم وزارة التجارة وقفت حائلا أمام توزيع الحصص التموينية بكامل مفرداتها على المواطنين خلال الأشهر الماضية وبحسب مسؤولين في الوزارة فإن هذا العام لن يشهد تلكؤا بالتوزيع في ظل التخصيصات الجديدة في الموازنة لهذا العام نتابع وزاره التجاره تعزو سبب تلك استقرار مفردات البطاقه التموينيه الى قله التخصيصات الماليه المخصصه لها من وزاره الماليه اضافه الى غياب اليات لمنح الاموال بشكل منتظم للتعاقد لشراء المواد الداخله ضمن البطاقه التموينيه كل الضغط وكل الكلام وكل اللوم يقع على عاتق وزاره التجاره في حين احنا اليوم كوزارة احنا وزارة تنفيذية اليوم اذا كانت اكو عندنا تخصيصات مالية فاحنا اه نذهب باتجاه التعاقد مثل ما تعرفون تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ما تجيز الى اي جهة تتعاقد اذا ما يكون عندها رصيد مالي فاليوم شلون تتعاقد وزارة التجارة وتقدر تأمن مفردات البطاقة التموينية وهي تخصيصات مالية ماعت الى حد هذه اللحظة باقي مبالغ في ذمة وزارة المالية 18 مليار من اصل مبلغ المقترح اللي هو 648 مليار واكد اخواني ومن منطلق العداله والشفافيه 648 مليار ما نطت لوزاره التجاره دفعه واحده كانت تجهز لوزاره التجاره بموجب المنشور واحد على 12 الوزاره اكدت انه هو في ضوء ما مخصص في الموازنه الماليه المقترحه الى مجلس النواب فان هذا العام سيشهد انتقاله نوعيه في موضوع البطاقه التموينيه وتجهيز مفرداتها بشكل كامل خلال هذه السنة إن شاء الله هنالك توجهات لزيادة التخصيصات المالية وبالتالي إن شاء الله سنرى أنه توزيع حصص غذائية أكثر من العام الماضي من خلال توجهاتنا كوزارة وأيضاً الأخوة النواب بهذا الاتجاه على زيادة التخصيصات المالية حتى علق على الأقل نغطي حاجة المواطن في عدة حصص أو أشهر قادمة إن شاء الله. وفي ظل المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية تؤكد الوزارة استقرار أغلبها ولا سيما مادة الطحين نتيجة تجهيزها عشر وجبات متكاملة وبشكل منتظم لتوفر خزينا كاف من الحنطة المحلية الذي سوق من الفلاحين للموسم التسويق الماضي الأمر الذي يؤشر أن استقرار التجهيز مرتبط بتوفير المواد وتخصيصاتها المالية علي الأحمد العراقي الإخبارية بغداد من جهته أكد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون أن الوزارة تسعى لإكمال مواد البطاقة التموينية خلال العام الحالي، حنون خلال استضافته في نشرة سابقة كشف عن أن الوزارة تقوم بتوزيع مادتي السكر وزيت الطعام بالإضافة إلى الرز بشكل مستمر، مضيفا أن مادة الطحين لا يوجد تأخير بتوزيعها نتيجة لتوفرها منذ مدة طويلة. طموح بوزارة التجارة وبعد الإعلان المخصص للبطاقة التموينية اللي تحدد ب 648 مليار طموحنا ان وزاره الماليه ما تعطينا واحد الى 12، العام المقبل سيكون عام افضل على البطاقه التموينية بفعل انه الموازنه كانت واضحه جدا بعمليات التخصيص وما راح نحتاج واحد الى 12، نحن نوزع ست اشهر لماده السكر وزيت الطعام والرز. ست وجبات يعني 45 يوم يستلم المواطن حصه. مادة الطحين لأن المسوق من الفلاحين والمزارعين يتجاوز كميات كبيرة أكثر من 5 ملايين طن، احنا لحد الآن راح نبدأ بالوجبة 11 من مادة الطحين، ما عندنا مشكلة بالطحين والدليل سعره بالأسواق المحلية ما تجاوز خمسة 15 ألف أهلا بكم من جديد من أجل النهوض بالواقع الصحي في البلاد، أعدت وزارة الصحة خطة لإعادة العمل ب51 مستشفى في بغداد والمحافظات، فضلا عن بناء 33 مشفى آخر مختصا بعلاج فيروس كورونا. التفاصيل في التقرير التالي: واحد وخمسون مستشفى في بغداد واغلب المحافظات اعيد العمل بها من جديد على امل استكمالها خلال الاشهر المقبله وزير الصحه وخلال اشرافه على انجاز مركز السرطان في مدينه الطب بسعه مائه وعشرين سريرا وست عشره ردهه مخصصه لزراعه نخاع العظم اكد عمل الوزاره على بناء ثلاثه وثلاثين مستشفى اضافيا خاصا بمرضى كورونا موزعا على جميع المحافظات. لدينا واحد مستشفى في كل محافظات العراق اللي هي غير المستشفيات المخصصه لكورونا واللي كانت متوقفه منذ عام 2014 للشركات الالمانيه الاستراليه التركيه الاماراتيه هذه المستشفيات ايضا اعيدت للعمل نسب الانجاز بها متفاوته عندنا مستشفى المعامل الحسينيه تقريبا شهر السادس والسابع باذن الله من هذا العام تدخل الخدمه مستشفيات النجف الناصريه ميسان البصره بإذن الله خلال الشهر الثالث والرابع من هذا العام تدخل للخدمة مدينة الطب ذات الألف والمئتي سرير أكد مسؤولوها إكمال المجاميع الصحية كافة فيها إضافة إلى تأهيل الطوارئ الخاصة بالمدينة وطوارئ مرضى كورونا في محاولة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين تم إنجاز مجاميع صحية بمستوى راق من الناحية الهندسية ومن الناحية الصحية ايضا تم تاهيل الطوارئ الخاصه بمستشفى بغداد التعليمي اللي هي طوارئ مدينه الطب حقيقه. هذه الطوارئ اصبحت الان بمواصفات عاليه جدا. كذلك تم الانتهاء قريبا من انجاز طوارئ خاصه بمرضى كورونا. بالاضافه الى انه تم اضافه 50 سرير عنايه مركزه الى مستشفى الى مركز الشفاء. وفي ظل ازمه اقتصاديه خانقه رافقتها جائحه وبائيه قاتله اثيرت العديد من الانتقادات حول اداء المؤسسات الصحيه ما دفع الحكومه الى تخصيص مبالغ اضافيه للنهوض بالواقع الصحي احمد عرام العراقيه الاخباريه بغداد اكد مدير الصحه العامه في وزاره الصحه الدكتور رياض الحلفي ان فيروس كورونا يمكن ان يتحور داخل العراق الحلفي وخلال استضافته في نشره سابقه اوضح ان العراق في تواصل مستمر مع منظمه الصحه العالميه لتدريب الكوادر الصحيه وارسال الاجهزه الخاصه بالكشف عن هذه السلاله التي حدثت الان في البلدان حدثت في بلد واحد وانتشرت الى البلدان يعني السلاله التي تحورت في بريطانيا تحورت في بريطانيا، احنا ما عندنا الامكانيه مو بس احنا يعني دول المنطقه اغلبها ما عندها امكانيه، اه الان عندنا تعاون مع منظمه الصحه العالميه اه الى ارسال نماذج الى الخارج حتى تفحص العينات سلاله العراق الحقيقه الموجوده، واضافه الى سيد الوزير والوزاره بكل اه يعني امر بتوفير هذه الاجهزه وصار ايضا تعاون بيننا وبين منظمة منظمة الصحة العالمية لتدريب الكوادر والآن خلال أسابيع إن شاء الله ستجهز مختبرات عندنا في بغداد اثنين بأجهزة فحص السلالة للفيروس <applause> اهلا بكم من جديد تظاهر العشرات من خريجي كليات الهندسه في ميسان امام مبنى شركه نفط المحافظه وطالب المتظاهرون الحكومه المركزيه والمحليه باستثنائهم من قرارات موازنه عام 2021 وتوفير درجات وظيفيه لهم خرج من المهندسين المعتصمين امام شركه نفط ميسان منذ عام 2019 بمسيره مطالبين باستثناء من قانون موازنه 21 نطالب السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستثناء المهندسين المعتصمين ميسان من موازنه 21 هذا الاعتصام الثاني نجدده لادراج نظم الموازنه 2021 او عقود وهي شركه نفط ميسان اسوه بقية المحافظات الناصريه ذي قار العفو الناصريه بصره كركوك واعدادنا قليله باعتبار احنا شركه الثانيه على مستوى العراق بانتاج النفط نريد حقنا حالنا حال بقيه المحافظات مثل البصره والناصريه وغيرها بس احنا العمارة المحافظه الوحيده اللي ما عينه والمهندسين يعني اللي معتصمين احنا مهندسين ومهندسات ميسان معتصمين منذ عام 2019 لحد الان الحكومه العراقيه ولا وجدت لنا اي حلول مثل باقي المحافظات مثل الناصريه والبصره اللي طيهم بالالاف الدرجات اما محافظه ميسان وهي ثاني محافظه بانتاج النفط ولا درجه لحد الان نظم العشرات من المحاضرين المجانيين في المثنى اعتصاما مفتوحا أمام تربية المحافظة مطالبين الجهة المعنية بتحويلهم لعقود وزهرية إسوة بباقي المحافظات نتأمل أنصافنا ضمن قرار 315 في موازنة 2021 ولن يتم فضل الاعتصام حتى أقرار الفقرة ضمن موازنة 2021 أنا خريجة صار عشر سنوات وصباحي ومعدلي تسعين فاصلة ستة وستين يعني وصار لي عشر سنوات كل ما أقدم ما يطلع اسمي هسه حاليا حاضرنا وصارنا هواي نخدم الدولة ونحاضر لحد الآن وصلنا مجهول أنا يعني خريجة من 2012 صباحي بكالوريوس متزوجة عندي أطفال زوجي غير موظف لحد الآن هاي السنة الثانية قاعدة حاضر بها لحد الآن ما شفنا أي شيء ملموس من الحكومة كلها تسوف ومواطلة وهسه 31 12 خلص عقدنا العام وقعونا على عقد وقالوا عقود وسوونا عقود على أساس وكل شيء ما استلمنا لا درهم ولا شيء وبدينا هسه هاي بسنة 2021 هسه هاي السنة كل شيء ماكو يعني إذا ما إلنا شيء خلي لنا تحالف عشائري ضم عددا من وجهاء وشيوخ مناطق غرب نينوى من اجل دعم جهود الحكومه لبث ثقافه التسامح ونبذ الطائفيه وتعزيز الاستقرار الامني الذي تشهده مناطق المحافظه نتابع تشكل مناطق غرب نينوى مفصلا مهما من المحافظه والتي اصبحت منطلقا للتعايش السلمي والاستقرار الاجتماعي بفضل جسور التواصل بين اجهزه الدوله المختلفه والعشائر تحالف عشائر غرب نينوى خطوه جديده جاءت لتعمق العلاقه بين قبائل المنطقه حيث يضم شخصيات عشائريه من جميع الاقضي والنواحي وحتى القرى الموجوده في تلك المنطقه. عملنا على هذا التعايش حتى يستقر المنطقه، حتى يوفر الامان. الان من اجل هذا التعايش اصبحنا امنين في المنطقه. نحن مؤسسه مستقله بحته نعمل من اجل نشر السلام من اجل تعايش سلمي مع جميع الطوائف والقوميات في المنطقه دعم جهود الحكومه في الدعوه الى الاستقرار والتسامح ونبذ الطائفيه واعاده العلاقات بين ابناء المنطقه من اهم اهداف التحالف والتي ستقود بحسب المنظومين فيه لاعاده دوران عجله الاعمار والبناء فيها لدينا نشاطات كبيره جدا في الصلح في تجاوز الخلافات في بناء مجتمع سليم بعيد عن التطرف نسعى الى تحقيق السلم الاجتماعي في المنطقه لان المنطقه بحاجه الى حوارات بحاجه الى لقاءات بحاجه الى اتفاقات لان يجب ان نتجاوز كل الازمات التي حلت بها تطرقنا في اول مؤتمرنا حول بناء هيكليه المؤتمر والتجمع لاجل رفض مساعي المنطقه والتعايش السلمي لاجل دعم الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري في المنطقه. العمل يدا واحده بين مكونات واطياف مناطق غرب نينوى من اهم الامور التي تركز عليها العشائر لرسم خارطه المستقبل للاجيال القادمه. بعيدا عن التطرف والحقد. وتبقى العشائر العراقية صمام الأمان والرافد الرئيسي للدولة بأبنائها وحكمها، وهي تساند القانون وتوحد كلمة أبناء الوطن. من قضايا الأحفر نور فاضل، العراقية الإخبارية. مشاهدينا ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد أن أوضاع العراق لن تستقيم إلا بإبعاد الوصاية والتدخلات الخارجية وأن يكون شعبه هو سيد نفسه ترجيحات برلمانية بإقرار خمسة قوانين مهمة قريبا والمالية النيابية في اي استقطاعات في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني عناق حار واستقبال سعودي لامير قطر قبل انعقاد قمه مجلس التعاون الخليجي وايران تتوقع انهيار الاتفاق النووي وتعلن عزمها زياده تخصيب اليورانيوم عن عشرين في كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظه دائما نشكركم حسن المتابعه الى اللقاء